المهم خلينا غير مباشرة السي السلام عليكم بصفتك الدراوي دانو اللي بغينا نقولوا لرئيس جماعة بني سيدي الجبل اللي بغات تستحوذ على ملك الغير اللي تفاجئنا على واحد الشكاية اللي حطتها في المحكمة لشكاية بأدلة ببيانات واقعة كاذبة أمام العدول اللي احنا تفاجئنا بهذه الشكاية لأن الأرض ديالنا تعود لأجداد ديالنا مدة 8 قرون اللي تعود هذاك الأرض اللي قررنا أنا والشركاء ديالي باش نديروا واحد الشراكة باش نخدموا الناس اللي في البطالة واللي تفاجئنا من رئيس مجلس بني سيدي الجبل فاطمة بوحميدي اللي دات واحد الشكاية للسيد وكيل الملك اللي فيها متابعة من النيابة العامة اللي تفاجئنا مشينا للشرطة القضائية اللي كتقول هاد الأرض راه تعود ملك الجماعة ولهذا استمعتنا الشرطة القضائية بجهوية الناظور درنا المحاضر وحضروا عدة شهود اللي حضروا تما كانوا الكلام ديالهم بلا شك بالحقيقة ولهذا اللي حنايا كنا كنقلبوا على الحقيقة جبدنا الحكم التالي عند الاستئناف في محكمة إدارية بالرباط اللي هي عندها قطعتين الأرض اللي كدتهم النزعة الملكية وحده فيها 3992.63 وحده فيها 3100.08 اللي هي مازال ما تمتش الاجراءات ديالها باش تخلي الفلوس في الصندوق ولهذا دابا حنايا باش نفتحوا الكيل تفتحات لان بغات دير العراقل للاستثمار اللي حنايا جينا ما عرفتش هو اصلا ما عندهمش الاراضي تما في جمع لان المحكمه الاداريه حكمت في اكتوبر 2017 مجلس الجماعه ديال بني سيدي الجبل فاشل ومتهور ما دارش الاجراءات باش يخلص هذاك المقدار ديال الفلوس للمواطنين في الوقت القانوني فات عليهم شهر ما عندهم حتى متر تما دابا هي دارت شكايه كيديه السيد وكيل الملك باش زين دارت شكايه كيديه للسيد وكيل الملك هاد رئيس جماعة بني سيدي الجبل إلا هو حقا عنده شي حاجة علاش مشاش الرئاسة؟ مشى للنيابة العامة لأن النيابة العامة فهمت؟ ولكن شوف ما عندهاش هذه يعني عرقرة مفضوحة للاستثمار في دولة محمد السادس عظيمة دابا هي شنو تظلم العدل انت تيكين بيانات كاذبة النيابة دابا هي شنو هي التأسيس ديال هاد الشيء هي بغيت دير العرقلة الاستثمار اللي حنا بغينا نستثمرو بلي سي ديال الجبل اللي جبنا واحد الاستثمار مهم جدا باش نخدمو اكثر من 3000 واحد تما اللي غادي ياكل الطرف نتاع الخبز تما كل واحد الى عنده 10 مع العلم ان المنطقة تعاني البطالة بشكل مخيف تما اجي البطالة وازن لان المنطقه كتعاني بالتهميش والبطاله ناقصه بزاف السوق ما عندهاش لان الناس البنيه التحتيه والطرق والو
ولهذا اللي حنايا قررنا انا والشركه ديالي باش نديروا هذا الاستثمار باش بعدا يخدموا شويه الناس. كل واحد عنده العائله ديالو، كل واحد عنده ولادو. ولهذا هاد فاطمه بو حميدي اللي تفتحات دابا تفتحات هي شحال عندها 6000 متر ونوا حقا حتى نوا غنسدي هي اللي كنقول لك اللي دارت الناس على الملكيه حتى ما عندي ما عندها حتى شي حاجه. جماعه بني سيدات الجبل ما عندها حتى متر في بني سيدات. صحيح. ولهذا هاد فاطمه بو حميدي بغات تستحوذ على ارض الغير، هي اللي دارت البيانات كاذبه انا من المحكمه. وعلاش دعاتكم انتم؟ واش كتسال لكم شي حاجه ولا؟ علاش باش ندخلوا الموضوع علاش كتبينا؟ لان حنايا اللي كنفضحوا الفساد في الجماعات، منهم جماعه بني شيكار وجماعه مثال. و هي باش تضربنا باش تضربنا بغات دير العراقل المشروع اللي جبنا حنايا، لان هي باش كاع هاد العرقله باش تشوف باش يفهموا الناس اللي بني سيدات الجبل. هاد العرقله هي كان جاب واحد الشركه باش تبيع الحجر باش الجماعه تشفر الناس، الجماعه تشفر الناس بغات تسرق الاراضي نتاع الناس وتبيعهم للشركه ديال الحجاره، وتبيعهم للشركه نتاع الحجاره اللي في الميناء المتوسط. ولهذا حنايا كجمعويين كفاعلين الخير وبالحجه يعني وبالحجه ومضنا معاها وقفناها، راه نشرنا لا في الفيسبوك لا في الوثائق الوثائق اللي كانت هي كتقول، وهي غادي فتحناها ووقفناها. مشينا للسيد العامل لا جزاء به السيد العامل ووقفها لحدا ما خليناهاش تكمل الاعمال. ولهذا هي بقات فيها هي وشي مخرودين اللي داخل الجماعه اللي كيخرودوا بغاو يخرودوا باش يبيعوا الحجر. حنا ما نخليوهمش يبيعوا الحجر، لان الا عندهم ديالهم يبيعوا، ما يبيعوش ديال الناس. شوف الا عندها ديالها هي وديالها هي ديال الوالد ديالها ولا ديالها ماشي، واخا تاع الجماعه ما عندهاش الحقيه تبيع، الجماعه ما كتبيعش الحجر. لا والو ما عندهاش، وغادي نقولوا الجماعه ما عندها حتى شي حاجه تبيع. الجماعه كانت باغيه دير مركب سياحي في وقت سابق. انا كنقول للناس نتاع بني سيدات الجبل حديوا الاراضي ديالكم، راه فيها الملاعب، دارتكم فيها الملاعب، دارتكم هكذا، ما تبقاوش ساكتين. الجماعه راه ما عندها حتى شي حاجه وما عندها حتى شي سنتيم مترو ما عندهاش بني سيدات. الجماعه تفضحات، رئيس الجماعه تفضح، لانها اشنو عندها؟ الحكم نتاع المحكمه الاداريه عندها 3992، عندها 3100 ما شي حتى هذوك ما عندهاش وما عندهاش ما تمكنتش صافي. المحكمه فات دازت الوقت القانون 30 يوم كدوز، كيقول لك اما تخلص او ما عندك والو. ما خلصتيش غير دخلت 2018 صافي، ما عندها الجماعه ديال بني سيدات الجبل ما عندها حتى شي حاجه. حتى المحامي ديالها ما حضرش كاع نهائيا، ما حضرش حتى المحامي ديالها ما حضرش كاع في المحكمه النهائي. ولهذا حنا كنقولوا هذا الرئيس، هذا الرئيس جماعه بني سيدات الجبل كنقولوا بركه من الفضايح، كنقول لكم بركه من التهميش، بركه من العرقله الاستثمار. كنقول السيد الرئيس خصك تسمع الخطاب الملكي اللي كان في 2017، خصك تسمع الخطاب الملكي وتسمع الدستور المغربي، لان لا للعرقله للمشاريع. وخصنا باش نخدموا هذا البلاد الحبيب، باش نخدموا هاد الناس اللي عندنا في البطاله، باش نبقاو نضربوا الاستثمار ونجيو على الاستثمار. دابا شكون اللي جاب هذا التهميش لبني سيدان واللي كيكون في بعض البلديات؟ هما رؤساء الجماعه، هما اللي كيجيبوا هذا الشيء، كيجريوا على الاستثمار باش يستثمروا باش يخدموا الناس نتاع البلاد. علاش هذا الشيء؟ لان بغاو هما يستولوا على الاراضي الغير باش يستنفعوا هما راسهم، ما يستنفعوش الناس، ويجيبوا البرانيين يبيعوهم تما في الخفاء، تما بحال تجزئه الخفاء. ولهذا حنايا اليوم راه تفتح هذا الرئيس جماعه بني سيدات الجبل، وحنايا الى الامام. حنايا دائما كننشروا الحقيقه، دائما كنفضحوا الفساد، لان الرئيس جماعه بني سيدات الجبل السابق اللي كان دار هذا النزعه الملكيه ومازال ما كملش، ما عندها حتى شي مترو ما عندها تما. حنايا دابا رانا رفعنا دعوه في المحكمه الاداريه اللي غادي نجيبو ان شاء الله ليستي تاع نحطوهم في جماعه بني سيدات الجبل. ولهذا هي عندنا جلسه نهار الثلاثاء اللي كان دارت واحد المحضر، هو المحضر اللي كان دارت هي، كتقول الاراضي تعود لملك الجماعه. ولهذا هذا الشيء كاذب وبهتان، هذا الشيء كيديه. ولهذا حنايا هذا الرئيس جماعه بني سيدات الجبل غادي نتبعوه امام العداله على وشايه الكاذبه، لان هذه وشايه كاذبه ضد الاستثمار وضد الاشخاص. لان حنايا 12 شهود وثلاثه بينا 15 واحد غادي نرفعوا عليها دعوه، واخا كملت المجلس غادي نتبعوها حنايا.
ولا خاصة غير لمدة سنة ديال التوقف واخا كملت المجلس كمل المجلس مشى بحال ها غادي يتبعوا كنتي يا السيد الرئيس المحترم ولهذا كنشكر جميع المتبعين ديالنا اللي كيتفرجوا فينا خارج ولمدة سنة توقف المجاري يعني كلشي توقف يعني غنديروا الأضرار وهي كانت تعرف بانه ما عندها حتى شي مترو تما مشى درت الشكايه هذا والو ها حكم هذا حكم اداري محكمه نتاع الرباط عطات واحد التعرض للسيد القايد طيب والقايد نبهها مرارا وتكرارا باش تخدم الشغل ديالها نيجان ما بغاتش ولهذا حنايا السي عبد الصمد كنشكروا جميع المتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن كنقولوا لجماعه بني سيد الجبل باركهم التهميش سير تخدموا الجماعه ديالكم سير تخدموا الطرق جيبوا الاستثمار ما تبقاوش غير واحد حاطيها كاين بشوف المستثمرين والمواطنين جيبوا الاستثمار من الخارج كيف كيديروا الرؤساء الاخرين كيف كيديروا في الرباط في الدار البيضاء ماشي تبقاو تنهبوا المال العام وشكرا السي عبد الصمد كنشكرك بزاف على هذا الاهتمام لهذا الملف وشكرا.